ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايلكم بفكرة جديدة ومربحة ومشروع بسيط جدا وهيبقى معاك في البيت وبدون تكلفة وسعره على قد ايد اي حد، هو هيبقى ب5000 جنيه بس، وتقدر تطلع منه انتاجات كتيرة جدا وتطلع منه حاجات تقدر تستفيد منها وتقدر تسوقها. خليك معايا وتابع الفيديو تمام للاخر وهتعرف كل حاجة. بس قبل ما نتابع الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس، وعايز منك لو اي حاجه انت عايز تقولها لي اكتبها لي في كومنتات تحت. شكرا ليك. النهارده انا جاي لك بفكره مشروع جميل جدا وممتاز ونسبه الربح بتاعته عاليه جدا فوق ما تتخيل، وينفع اي حد يشتغل بيه، يعني انت تشتغل بيه جنب شغلك، اي حد يشتغل بيه كشغلانه اضافيه واحده، وسعرها 5000 جنيه وارباحها تتعدى 5000 جنيه في الشهر، وشغلك عليها مش هيحتاج غير 5 ساعات، ده كله هيكون من البيت وبماكينة نيجا. دي ماكينة حفر ليزر حجمها صغير، تقدر تحفر على الاخشاب بانواعها والكليرك بانواعه والورق المقوى والجلود والبلاستيك كمان. مميزات المشروع ايه بقى يا جماعة؟ مميزات المشروع رأس المال قليل جدا، المنتجات اللي المكتبة بتنفذها او اللي احنا بنحتاجها ديت عليها طلب كبير جدا، مش محتاجة محل يعني عشان ممكن تعمل المشروع دوت، يعني احنا ممكن نعمله في غرفة من البيت ونشتغل بيها. المشروع بتاعنا تقدر تسوقه. طيب يا جماعة، طب نسبة المخاطرة في المشروع دوت ايه؟ نسبة المخاطرة في المشروع دوت يمكن اقل من زيرو، يمكن اقل من زيرو، يعني مفيش مخاطرة خالص. طب ازاي بقى نبدأ المشروع وازاي هنكسب؟ هقول لك انا، هد معايا يا سيدي. واحد، طبعا انت محتاج جهاز كمبيوتر او لابتوب، ودوت موجود عند اي حد في البيت، ويعني عند اي حد. بعد كده نوصل المكن عليه ونعرفه على الجهاز، تمام. اتنين، نبتدي نشتري خامات زي الكريليك وميداليات الخشب والبلاستيك واي منتجات زي منتجات الجلود زي بتاعت الأحزمة والمحافظ وجربات الموبايل. طب دي طبعا هنعمل ايه بعد كده بيها؟ طيب دي طبعا كلها هتبقى عندنا خامات، وهيبتدي الناس تطلب الاوردر اللي هي عايزاه، تبتدي تخش تكلمنا مثلا على الواتس او على صفحات الماسنجر اللي هي الفيسبوك، ويبتدي يكلمونا احنا عايزين مثلا كلمة، اي كلمة احنا عايزينها نحفرها على اي ماتيريال، او عايزين اي لوجو نحفره على خشب او بلاستيك او كليريك، ونبتدي من خلال المكنة اننا نحفر على الماتيريال الموجودة. طيب طبعا معانا، طب حساب التكلفة هيبقى قد ايه ومكسبنا هيبقى قد ايه؟ هقول لك مثال يا باشا. بص يا سيدي، احنا المثال بتاعنا على الميدالية، هنفترض هنجيب الميدالية ب10 جنيه والحفر عليها يبقى ب40 جنيه، يبقى مكسبك 40 جنيه طبعا، وهيوصل ساعات كمان ل50 جنيه. هنحسب لك من كده حوالي مكسبك حوالي 40 جنيه لليوم الواحد. طب هنشتغل 5 ساعات على 4 خامات من الموجودين معانا، هتبقى التكلفة كام؟ هقول لك انا يا سيدي، هنقول 4 × 40 جنيه هتساوي 120 جنيه، 120 دي هنضربها في 30 هيطلع معانا حوالي 4800 جنيه. يعني انت تمن المكنة جبتها في شهر واحد. طبعا في نقطة حابب اوضحها لكم، ان المكنة ديت بطيئة. يعني ايه يعني بطيئة؟ يعني ممكن الصورة اللي احنا بنعملها او بننفذها تاخد من 10 دقايق ل45 دقيقة، وده وقت يا جماعة كبير جدا، وعشان كده ما ينفعش تعمل اوردرات كبيرة بالمكنة دي. يعني حاجة تانية احب اوضحها لكم جدا وتخلي بالكم منها، ان مساحة الحفر اللي هي الورك سبيس اللي المكنة بتشتغل عليه هتكون 17 × 17 اقصى حاجة. يعني لو حد جايب حاجة اكبر من 17 مش هينفع ننفذها، فدي برضك نقطة ناخد بالنا منها ونخلي بالنا منها كويس. طيب ازاي هنشتري المكنة ديت او ممكن نشتريها منين؟ بص يا سيدي، احنا ممكن نشتريها من موقع علي بابا، هي موجودة
على موقع علي بابا، عاملة 2200 جنيه، الصناعة الصين، تمام، هتبقى عاملة حوالي في الصين 2200 جنيه. طبعا هتبقى بمصاريف الشحن والجمارك ومصاريف إدارية والكلام ده كله، توصل 5000 جنيه، يعني قريبة من السعر اللي موجود في مصر. طبعا كمان أنا لقيتها موجودة على سوق، بس المكنة أقل من دي شوية، وأقدم موديل من ديت وأصغر منها شوية. انا هحط لك الرابط في بتاعها بتاع لي بابا وبتاع سوقكم في الديسكريبشن تحت، ويا رب يكون المشروع ده عجبكم وتكون الفكرة نالت اعجابكم. لو عجبتك متنساش تعمل اشتراك في القناة وتدعمني عشان كل حاجة جديدة تنزل لك، ومتنساش تعمل لايك. شكرا لك.